غادي ندير لكم بودكاست خفوفي كاع ما نطولش عليكم بصحه. السلام عليكم. اليوم غادي نحكوا على قولي شكون دار ديروا لي كاميرا كاشي. وين هذه كاميرا كاشي؟ وين في 10 زائد 10 مسقاش تقولي السلطان 20 وزادوا كسروا لي يديا في واحد الاستديو مسقاش تقولي في استديو تكسر. انا كنت باغي نشيع باش رامز تحت الارض يدير لي كاميرا كاشي ساعة ما صدقتش. درت لك كاميرا كاشي درت لك كاميرا كاشي شيت هالي. اسمح لي حمبوك اسمح لي صحيح حكمناك بالسهلة حكموني بالوعب حكموني بالوعرة حكموني بالسهلة حكموني بالوعرة ورمضان كريم وكلوا بصحة وشربوا حريرة ورمضان كريم جينيريك مع بودكاست عربية مش حتقدر تغمض عينيك. بون غادي نتكلموا على البرامج التلفزيونية اللي فاتوا في رمضان بصح حبسوا على هالوضو اعطيها دورة بصح انتظروا ما غاديش نحكي على كل البرامج غادي نحكي على زوج برامج كنت متشوق لرؤيتهم لان البرامج الاخرى ك بيدو الدل لك يا صموات اهدى بقى لا تتكلم على البرامج التلفزيونية عود ما سمحتش البرامج التلفزيونية زي كده كده البرامج الجزائرية جميلة ويتعور العينين وتفتح الودنين يطلقوا لك كدبة زي الجنين البرامج زي الفل زي العطر هاي الله يرحم بوك عطر تياعش راك تحكي لي عطر تاع خلينا صايمين ما ترجع لي تاني حتى تجيب معك مشروع بيتقب العينين ويفرتخ الودنين ويقطف الشعرين ابدا تروح بقى ابدا امشي ياك لك يا ولد الحرام بتضربني بكتبي لك انا ماشي وقاعدة في شاشة حيوقفوني اكبر واجمل واضخم مشروع تلفزيوني في رمضان وهو عاشور العاشر بنخليكم مع حصة المشاهير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه جاتني صعيبة ما حفظتهاش. ضيفتنا اليوم وهو ضيف محبوب مشهور عالميا هو ضيف قديم له جسم ما تأمنوش عقلكم واكتشف هذا الضيف لن تصدقوا ذلك ولكن اكتشف في هاتف خلوي وهو 250 سامسونج و 250 فيه لوجيسيال دو مونتاج واسم هذا اللوجيسيال للمهتمين فقط اسمه دلع ما يولي يشوف فيغاس 14 وبتشوق كبير نقدم لكم الأخضر. بوم حجر يا مغيبة هذه وي مشي كنت لابس كاسكيتك حلو فراكورد سمحوا لي على الخطأ لأنني أنا هو اللي مونطيت لهم لي كاميرا كاشي و احنا ما قلنا والو الله يعطيكم الصحة خدمتوا لي كاميرا كاشي كل ما شعلوا التيلي في شان وحدة نقول 14 كاميرا كاشي بصح يا أبا حجرة على اسمه كاميرا كاشي يا راي كاشي متشوسة مخزونة كيفاه تسميها كاشي كاميرا كاشي ما تجيش تورناج الفيلم ولا المسلسل يجي تورناج على جالكم نشرب حلو البؤس فاصل مع بودكاست عربية مش حتقدر تغمض عينيك. سلام انا السلطانة زرنان مرت ولا بنت السلطان عشران بنت خالة المخرج اللي نقل سلطان سليمان اللي اخترع التنين بسامسونج النعسان اللي خلانا نستنوا في عام حلقات التفيشان اللي المسلسل ما يضحك ما يبكي ما يضر في الاستوما ولا في اي مكان انا الجبري فار يقيس روحه من ريتشوسان طاح لي التاج فقتلنا بلي كاميرا كاشي لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله
شوفوا راه فرحان بعمره مانيش عارف شراه يدير يزغرت ولا كوا واون بليس راه يعظم الاجر يستهزئ بالدين وفرحان. هذه هي العبره اللي يقولوا عليها قله الافكار. انا صايك راه غادي نهرب من هاد البلاد وحمار. رانا وصلنا الى نهايه لا فيديو. اقسم بالله كل ما تبارطاجيش هذا الفيديو نحرش فيك. لعبوا هكا لي خوت. راني زرحت فيكم شويه ضحك بالك، ماذا بكم انتما تردوا لي دير جام بارطاجي وابوني. سلام. نسيت باش نقول لكم حاجه، ما غادي نقول لكم والو.